بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبدأ نشتغل الشورت ليبيا الارش. الشورت ليبيا الارش عبارة عن اللي هو بنعمل الواير حوالين اللي هو بنعمل كونكافيتي بالواير حوالين الابر فور انتيريور، وبعد كده ننزل باللوب حوالين القناين، نعمل لوب حوالين القناين. ده اللي يعتبر اكتف بارت بتاعه اللي بنعمل منه اكتيفيشن الواير الابلاينز. بننزل اللي هو اللوب حوالين القناين، بيكون واخد كل الدايمنشنال من الميزر الديستر، وارجع ابدا اعمل الادابتيشن على القزم من جوه لحد ما اوصل للفول ادابتيشن، عشان دي اللي هتمسك في البيز بلاتال بليت، الاكريليك بلاتال بليت. بعد كده هنبدا نشتغله الناحيه الثانيه برضه نفس الكلام. بعد كده اول حاجه هنبدا في شغل الواير. اول حاجه نمسك الواير كده ونبدا نعمل البو، نبدا نعمل الكونكافيتي بتاعته واحده واحده، ونحطها على السن، نشوف على القص، نشوف عملت ادابتيشن ولا لا. غالبا هو ده اللي مش ست اول بانتيريو من فوق كده. لو في حاجه مش لامسه ممكن نعمل نظبط الكونكافيتي سن. انتوا شايفين كده لمسه الاربعه انتيريو. بعد كده بنبدا نعلم، نمسك ناحيه ناحيه. طبعا الخط هنا عند الميدل انسايزر جانكشن، نبدا نحطهم هنا، ناخد علامه عند الميزر بتاع القناين. كده اهو هجيب الفلات راوند، الفلات فلات هطلع بنص مني. هنا اللوب هنبدا نحط تاني، هنتاكد من الادابتيشن اهو، نحط على الكاست كده، نبص على الادابتيشن نلاقيه مظبوط، نثبت ايدينا هنا مظبوط. بعد كده نبدا نعمل الادابتيشن بتاعه الناحيه دي. ناخد علامه عند اخر حته لمسه الكاست اللي هي هنا، اللي هي قبل السنه غالبا، لان السرفايكل بتبقى داخل جوه شويه فبتبقى لحد هنا. هنجيب البلاير اوف لاب، امسك قبلها بنص مللي، قبلها بنص مللي، واتاكد سنه صغيره بس الضغط جامد، عشان طبعا ما ناخدها واحده واحده عشان ما نبوظش الادابتيشن. اهو هنا مثلا اهو اخر حته لمسه هنا، هات لمسه هنا، نبدا ناخدها لجوه دوت. ابدا برضو احط عند اخر حته لمسه اللي هي هتبقى هنا، عشان انزل الارم ده لتحت قبلها بنص مللي برضو زي ما اتعودنا. فلات فلات او فلات راوند انت اللي يريحك يعني، بس اهم حاجه يكون قبلها بنص مللي. وابدا اعمل سيكا برضو كده، نحطها على الكاست تاني، تلاقي الادابتيشن بدات يظبط خلاص اهو. نبدا اخر حته بقى لمسه اهي برضو هنا، وابدا انزل لها ادابتيشن. يبقى احنا كده خلصنا الارم ده. حط هنا على الكاست اهو، تلاقي الارم هنا مظبوط فول ادابتيشن. الناحية التانية تبص تلاقي الادابتيشن مظبوط زي ما هو، محصلش اي حاجة. وهنا اهم حاجة برضو ان يكون الاتنين برا لبعض، الاتنين واير، الاتنين لوب، الاتنين ارم بتوع اللوب يكونوا برا لبعض، ويكون هنا الزاوية 90 متأكدين منها. نبدأ نروح الناحية التانية، هو مظبوط اهو الحمد لله يعني زي ما هو. نروح الناحية التانية نلاقي فول ادابتيشن. نبدأ برضو ناخد ديستال للفور او ميزيال للقناين، ديستال للاترال او ميزيال للقناين. نبدأ ننزل لتحت قبلها بنص مللي برضه زي ما عملنا الناحية التانية بالظبط، وهننزل لتحت زاوية 90. أكد طبعا إن هي لازم تكون زاوية 90 بالظبط كده. تأكد ازاي؟ نبص عليها من بره كده، لو مش 90 لو مفتوحة شوية نقفلها شوية، أهم حاجة تكون 90 بالظبط، وتكون واخدة من عند النقطة اهو جت عندها بالظبط، عشان أنا بادئ قبلها بنص مللي. هبدأ أحطه تاني واحدة واحدة برضه، مستعجلش أهم حاجة كده. وابدأ اهوت اخد نقطة عند الحتة اللي هبدأ من عندها اللوب هنا اهوت مثلا، اللي هو بيكون تحت السيرفايكال لاين باتنين، اللي هو اللوب المفروض يبقى تحت السيرفايكال لاين باتنين لتلاتة مللي. هبدأ اعمل اللوب زي ما عملته الناحية التانية. طبعا اللوب هيبقى الناحية دي، فهيبقى امسك كده الواير، انت اقعد لف فيه زي ما انت عايز، بس اهم حاجة تكون ظابطها بالاخر. ناحية الراوند تكون ناحية اللوب طبعا. اهو ناخدها واحدة واحدة برضو عشان نجيب دايمنشنال كبير. زي ما انتوا شايفين كده نبدا نحطه مكان. طبعا الاتنين دول ما بقلوش برلل، والزاويه هنا فتحت شويه، هنعدلها في 90. لازم ان يكونوا الاتنين برلل لبعض اهوت. زي ما انتوا شايفين كده نحطه على الكاست تاني، بإننا هنعمل الادابتيشن. ما انتوا شايفين كده الادابتيشن مظبوط اهو،
الناحية دي بقى نبدأ نشوف آخر حتة لمسة هي اهي. لو بصيت من الجنب كده تلاقي تحت هنا من بداية اللوب من تحت أصلا مفتوح سيكا، تمسك اللوب من هنا تتن الواير سنة لجوه عشان يعمل ادابتيشن، ونقطع الكاست تاني نبدأ نشوف آخر حتة لمسة تاني اللي هي هنا اهي، نبدأ نتن لجوه اللاب نص ملي برضه. طبعا هو الواير قصر شوية بس مش مهم يعني. كده اهو هنحط نشوف اخر حتة لمسة هنا بلاد بيكيشن بلاب نص ملي نزلت سنة لتحت. طبعا مش عارف اكمل الادابتيشن بقى عشان البتاع قصير، بس هو كده كمل الادابتيشن الناحية دي. المفروض الارمين دول يبقوا زي بعض، ده هتكمل شوية لو طولت هعرف اتنيه، بس هو عشان بص على الشكل كده تلاقي فول ادابتيشن كده اهو. في ريتنشن ويا دوبك لو لمسته بس بيقع عشان يبقى باسف مش اكتر يعني. اهو ده عايزين تحطه مكانه اهو كده هون مينفعش